النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها اموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها اين الملوك التي كانت مسلطنه حتى سقاها بكاس الموت ساقيها فكم مدائن في الافاق قد بنيت امست خرابا وافنى الموت اهليها لا تركنن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها